السلام عليكم. إن شاء الله هنحل بوكلت الشامل صفحة 178، الاختبار 11، نموذج ألف على الفصل الرابع، اختبار شامل على الفصل الرابع. نبدأ بالسؤال رقم 1: إذا كانت القيمة الفعالة للتيار المتردد المار بدائرة RLC في حالة الرنين 5 أمبير، فعند نزع المكثف من الدائرة تصبح القيمة الفعالة للتيار كام؟ يعني إيه دائرة RLC؟ يعني عندها مقاومة وعندها XL وعندها اكس سي. طيب مش يبقى الحاجات دي كلها تقلل التيار؟ لا، ما هي الدايره في حاله رنين، ويبقى الاكس ال بيساوي الاكس سي فبيلاشوا بعض، وبالتالي مين اللي بيواجه التيار؟ المقاومه بس هي اللي ضد التيار، فاصبح التيار 5 امبير. لو انا حذفت من الدايره دي المكثف اللي كان بيلغي الاكس ال، هيصبح في الدايره في مقاومه وفي اكس ال هيواجهوا التيار فهيضعفوه، فهيبقى اقل من 5 امبير. يبقى دائرة الرنين بيمر بيها اقصى تيار، ولو انا غيرت حالة الرنين عن طريق ان انا انزع المكثف او حتى انزع الملف، يبقى انا بلغي حالة الرنين اللي اتحقق فيها اقصى تيار، ويصبح التيار اقل من الاول، يعني اقل من 5 امبير. السؤال اللي بعده: بالشكل المقابل ماذا يحدث لشدة التيار المار بالدائرة إذا وصلت المقاومة الأمية الثابتة بأخرى على التوازي مساوية لها في المقدار؟ نروح للدائرة دي، دائرة RLC، تمام. بس الدائرة دي في حالة رنين، عرفت منين إن الإكس ال ب100 والإكس سي ب100 برضو؟ طيب ماشي، هنا التيار أقصى قيمة. أيوة، تتحدد قيمته إزاي؟ الأي هيساوي في إفكت على الآر. طيب لما أنا آجي، يبقى اذا الاي بيتوقف على قيمه المقاومه، لما انا اجي على المقاومه دي واوصل معاها مقاومه على التوازي، مش هبقى انا كده بقلل المقاومات للنص؟ يبقى لو قللت المقاومه للنص ايه اللي هيحصل للتيار؟ التيار هيزداد للضعف. يبقى اختار الاجابه رقم ب، تزيد للضعف. السؤال اللي بعده: ماذا في السؤال السابق ماذا يحدث لشده التيار اذا استبدل المصدر باخر مستمر له نفس القيمه الفعاله؟ الدايره دي لو شلت المصدر المتردد وجبت مكانه مصدر مستمر، ايه اللي هيحصل؟ القيمة الفعالة للتيار هتنعدم. ليه؟ لأن المكثف لا يمرر تيار مستمر، حتى المر هيمر لحظيا عقبال ما يتشحن، وبعد كده يتوقف مرور التيار، فالتيار المستمر ساعتها هينعدم لأن المكثف لا يمرر التيار المستمر. نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 4: اتصل ملف حس مهمل المقاومة الأمية مع عنصر مجهول. يعني ايه كلمة عنصر مجهول؟ عنصر مجهول يعني ممكن يكون مقاومة، ممكن يكون ملف، ممكن يكون مكثف، ده العنصر المجهول. اتصل مع الملف، وبعدين لاحظ ان فرق الجهد الكلي في توتال بيساوي فرق الجهد بين طرفي الملف وفرق الجهد بين طرفي العنصر، يعني يقصد ان الفي توتال جت بالجمع الجبري. طيب يا ترى مين العنصر ده؟ تعالوا نشوف. لو كان العنصر ده مقاومه كنا جبنا الفي توتال ازاي؟ بالجمع الاتجاهي جذر تربيعي لفي ار تربيع زائد في التربيع، لو كان العنصر ده مقاومه. طب لو كان العنصر ده مكثف كنت جبت الفي توتال بالطرح، وشفت مين الكبير؟ قلت في ال ناقص الفي سي، لان الاثنين دول هيبقوا في اتجاه على خط واحد بس في اتجاهين مختلفين. طيب لو كان العنصر ده ملف، يبقى ده لو كان مقاومه، ودون لو كان مكثف، ودون بقى لو كان معايا ملف وملف. لو ملف وملف بنجمع جمع جبري، يعني الفي توتال للمصدر هتبقى في ال واحد زائد في ال اتنين، يبقى اكيد العنصر ده ملف حس مهمل للمقاومة الأمية عشان تجمعهم جمع جبري وليس اتجاه. يبقى الإجابة رقم ب. نشوف السؤال اللي بعده: عند إضافة مكثف على التوالي في الدايرة الموضحة لاحظ عدم تغير قراءة الأميتر الحراري. هنا الدايرة عبارة عن معايا ملف ومعايا مقاومة، عايز أجيب كمان مكثف، وقراءة الأميتر ما تتغيرش. طيب هي قراءة الأميتر دلوقتي من غير المكثف، من قبل ما أجيب المكثف، الآي بتحسب إزاي؟ الآي بتحسب بفي على الزد. طب الزد بتحسب إزاي؟ الزد بتحسب بالجذر التربيعي لآر تربيع زائد إكس إل تربيع. طب أنت هتغير لي في المصدر؟ لا، أمال هتغير إيه بقى؟ المعوقة هتتغير. ليه؟ لأنك هتروح تجيب لي مكثف، وساعتها بقى الزد جديدة بوجود المكثف عبارة عن R تربيع زائد XL ناقص الإكس سي الكل تربيع. عشان الزد الجديدة اديناها زي القديمة، عشان التيار يظل ثابت بدون تغير، لازم الـ القانون ده يقول ده. طيب ازاي؟ الـ R هي الـ R، يعني الجزء ده زي ده. انا بقى عايزة الـ XL ناقص الإكس سي
يساوي لي الاكس ال علشان خاطر في الحالة دي يبقى الجزء ده مظبوط. طب انا اعمل ايه بقى لو الاكس ال دي بتساوي الاكس سي؟ هيبقى الناتج بصفر. طيب لو الاكس سي نص الاكس ال، هنقول واحد ناقص نص بنص اكس ال، واحنا عايزين الناتج يبقى اكس ال. طب ده يتحقق ازاي لو كان الاكس سي الضعف؟ لو كان ده 2 اكس ال يبقى نشيل منهم اكس ال، هتبقى اكس ال واحدة. فحد يقول لي طب السالب، ما هو هي تحت التربيع هيتشال السالب، يبقى لازم الاكس سي تبقى ضعف الاكس ال، يبقى الاختيار رقم الف. نكمل بقية الاسئلة. رقم 6، في الدائرة الموضحة قيمة المقاومة ار تساوي ايه؟ عايز قيمة المقاومة. انا عشان اجيب المقاومة لازم يكون معايا الفي والاي. طيب موجود على الدايرة قيمة الاي ب2 امبير، وده دي دايرة توالي، فالتيار اللي هيمر في المقاومة هو اللي هيمر في الدايرة، يبقى انا عرفت قيمة التيار. طيب يبقى انا يلزمني معرفة فرق الجهد عبر المقاومة عشان اقدر اجيب المقاومة. طيب انا عندي عنصرين وعندي الفي توتال، مش الفي توتال بتساوي الجذر التربيعي لفي ار تربيع زائد في سي تربيع؟ طيب انا عايزة الفي ار، لما اجيب الفي ار بره الجذر اقول في ار بتساوي الجذر التربيعي، نبدأ بالفي توتال تربيع واشيل منها الفي سي تربيع، يبقى الفي ار بتساوي الفي توتال اللي هي 20 تربيع ناقص الفي سي اللي هي 12 تربيع، هيكون الناتج 16 فولت. يبقى كده اقدر اجيب الار في على اي، الفي اللي هي عبر المقاومة اللي هي 16 على الاي اللي هي 2، تطلع المقاومة 8 اوم. ادور على الاختيارات الاقي الاختيار رقم د 8 اوم. نشوف السؤال اللي بعده. في الدائرة المقابلة اذا كانت الدائرة في حالة رنين وكان الجهد على الملف 80 فولت، يكون الجهد على المقاومة كام؟ طبعا لما تكون الدائرة في حالة رنين فان فرق الجهد عبر المصدر يساوي فرق الجهد عبر المقاومة. فرق جهد المصدر بكام؟ ب220، يبقى هو ده فرق جهد المقاومة، يبقى الإجابة 220، الاختيار رقم ج. السؤال اللي بعده، يعني أنا وجهة نظري إن السؤال ده يعني ناقص بيانات أو ناقص معلومات، مش موجود فيه معلومات كافية، فأنا هحل السؤال اللي بعده ونكمل بقية الأسئلة. قام مجموعة من المتعلمين بدراسة الممانعة الكلية للدايرة الكهربية الموضحة في الشكل المجاور بتغير تردد المصدر، يعني هما كانوا بيغيروا في تردد المصدر فحصلوا على رسم بياني. في هعرض الرسم في آخر الصفحة. الرسم البياني دوت عايز منه شوية أسئلة، عايز معامل الحس الذاتي للملف والمستخدم في الدائرة. طيب قبل ما أوريكم الرسم البياني عشان حدود الكاميرا بس، أول حاجة هجمع معلومات من الرسمة دي. احنا كده عندنا الفي توتال بتاعت المصدر ب 12 فولت، وعندنا هنا ملف. لو تلاحظوا الدائرة دي ما فيهاش مقاومات، ربما يكون للملف ده مقاومة. طيب هنا أميتر وده مكثف، ساعة المكثف كام؟ 10 في 10 أس سالب 6، ليه ضربت في سالب 6؟ عشان أحول مايكرو فراد لفراد، يبقى 10 أس سالب 5 فراد. طيب نروح بقى للرسم البياني اللي هم وصلوا له توصلوا له. آدي الرسم البياني اللي توصلوا له بين العلاقة بين الزد والإف. عايز نجيب معامل الحس الذاتي. طيب بناء عن البيانات اللي أنا جبتها من الدايرة والمعلومات اللي هجيبها من على الرسم البياني، هتعامل مع تردد الرنين، يعني هجيب معامل حس الذاتي الملف عند تردد الرنين. بس خلي بالكم ان معامل حس الذاتي الملف مش هيتغير، يعني انا جبته عند تردد الرنين هو هو عند اي تردد اخر. طيب يبقى تردد الرنين بصوا كده موجود عند النقطة دي، النقطة دي بين 300 و400، يبقى تردد الرنين عبارة عن 350 هرتز. طيب ماشي، انا هطبق عند 350 قانون تردد الرنين اللي هو الاف بيساوي 1 على جذر 2 باي جذر ال سي، يبقى تردد الرنين اف بتساوي 1 على 2 باي جذر ال سي. القانون ده انا استخدمته ازاي او جبته منين؟ بمساواه الاكس ال مع الاكس سي توصلت الى تردد الرنين. طيب انا عايزه اجيب قيمه ال اللي بيسالني عنها من تحت الجذر، فعشان اطلعها اخرجها من الجذر هربع، يبقى اف تربيع بتساوي 1 وربع كل ده، الاتنين تربيعها 4 والباي باي تربيعه، دول هيطلعوا بس بره الجذر ال سي. طيب لو انا عايز اجيب ال قبل يساوي، مجرد استبدال، هجيب ال مكان الاف والاف مكان ال، يبقى 1 على 4 باي تربيع اف تربيع سي، ده القانون اللي هجيب منه ال دلوقتي. يبقى هنعوض بالبيانات اللي عندنا، ادي 4 والباي ب22 على 7 الكل تربيع، والتردد الرنين 350 الكل تربيع، والسي ب10 أس سالب 5 لما احنا حولناها
من مايكرو فراد الى فراد هيطلع عندي قيمة ال ال باتنين من مية هنري. يبقى احنا جاوبنا على السؤال الاول، بيقول لي هل الملف اللي استخدم دون له مقاومة ولا لا؟ هقول له اه ليه مقاومة. ليه؟ لان لما وصلنا لحالة الرنين كانت الزد بتساوي 8، يعني ما بتساويش صفر. لو كانت الزد بتساوي صفر كنا قلنا مفيش مقاومة، لكن هنا أقل حاجة الزد بتساوي قيمة، ودي قيمة الآر. يبقى الملف له مقاومة أومية، لأن مقاومة الدايرة، لأن معوقة الدايرة لا تساوي صفر لكن بتساوي 8، وهي قيمة المقاومة الأومية. طيب عايز شد التيار الفعال في حالة الرنين. في حالة الرنين مش احنا عندنا الآي بتساوي في على الزد، بس في حالة الرنين الزد هي الآر زي ما احنا لسه قايلين. يبقى الآي هتساوي الفي للمصدر اللي هي 12 فولت على الار اللي هي 8، هيطلع عندي قيمة التيار الفعال اي افكت ب 1.5 امبير. يبقى قيمة الاي الفعالة 1.5 امبير. نكمل بقية الاسئلة. هنكمل سؤال رقم 13، في يغذي دائرة الار ال سي جهدا يعطى بالمعادلة في بتساوي 10 ساين 500 تي. فإذا كانت المقاومة، عندنا المقاومة 100 أوم، عندنا ال بتساوي 1/10 هنري، والسعة بتساوي 2 ملي، يعني 2 × 10 أس سالب 3 عشان أحول من ملي هنا من ملي فراد لفراد، يبقى 2 × 10 أس سالب 3 فراد. ما قيمة المعوقة؟ طبعا مفيش حاجة تدل إن دي دايرة رنين، فأنا بتعامل معاها إنها دايرة عادية. هجيب الزد من قانون الزد يساوي الجذر التربيعي لآر تربيع زائد اكس ال ناقص الاكس سي كل تربيع. عشان احقق الزد لازم يكون معايا الار ودي موجوده، معايا الاكس ال والاكس سي ودول مش موجودين، بس اقدر اجيبهم من السي والال. لكن في مشكله هتمانع ان انا احصل عليهم، هو عدم وجود التردد. فالسبيل للحصول على التردد هو الزاويه. الزاويه دي اللي هي ساين سيتا، السيتا دي السيتا ليها قانون بيقول 2 باي اف تي. السيتا دي عندي ب 500 تي بتساوي 2 باي اف تي، التي هتروح مع التي، ويبقى عندي ال 500 بتساوي 2 والباي اللي جوه السيتا ب 180 في الاف، يبقى عندي التردد هنقول بعيد عن قريب هيطلع 25 على 18 هرتز. جبت قيمه التردد. نقدر نجيب بقى الاكس ال، نقول الاكس ال بتساوي 2 باي ب 22 على 7، وعندنا التردد 25 على 18 في ال ال، قيمة ال ال ب 1/10 تطلع معايا ب 87/100 أوم. نجيب بقى الاكس سي، 1/2 باي ب 22 على 7، والاف 25 على 18 في السي، عندنا الساعة ب 2 × 10 أس سالب 3، تطلع قيمة الاكس سي ب 57 و 27/100 أوم. نقدر بقى نعوض في القانون الخاص بالزد. هقول الزد بيساوي الجذر التربيعي للار التربيع اللي هي 100 هربعها، يبقى 100 تربيع زائد الاكس ال ناقص الاكس سي 87/100 ناقص 57 و 27/100 الكل تربيع. نطرح الاكس ال ناقص الاكس سي كل تربيع، هتطلع معايا الزد ب 114.8 أوم. نشوف السؤال اللي بعده. احسب الساعة المكافئة في الدائرة الكهربية الموضحة في الشكل، ثم احسب شحنة المكثف الذي سعته 4 مايكرو فراد. عايز يحسب الشحنة اللي ماشية في المكثف ده. طيب في حد ممكن يقولي ده تيار مستمر والمكثفات لا تمرر التيار المستمر، ماشي، بس ما يمنعش ان المكثف عليه شحنة نقدر نجيبها، ما يمنعش ان في فرق جهد في الدائرة نقدر نحسبه. يبقى احنا دلوقتي مش بنقول اوجد التيار، احنا بنحسب شحنة المكثف وعايزين نحسب الساعة الكلية. أول حاجة هنجيب السي توتال ازاي؟ أنا عندي المكثفين دول متوصلين توازي، هتعامل مع الساعة على إنهم توالي، يعني بدل ما أقول 1 و5 توازي، لأ هقول 1 و5 6. يبقى احنا عندنا هنا 6 وجنبها على التوالي 4، بتعامل مع التوالي على إن توازي، يبقى 6 × 4 على 6 + 4 ب 2.4، 2.4 في طرف و 3 في طرف، هما توازي، انا هتعامل على انهم توازي، يبقى 2 و4 على انهم توالي، يبقى 2.4 × 3 يبقى 5.4. يبقى السي توتال عبارة عن 2.4 زائد 3 هيبقوا
واربعة من عشرة في 10 سالب 6، بحاول في الخطوة الأخيرة عشان أحول من مايكرو فراد لفراد، جبت السي توتال. طيب ماشي، لو أنا عرفت الشحنة الكلية هقول الشحنة الكلية هتيجي لحد هنا وتتجزأ جزء في الطرف ده، ما يهمنيش، أنا يهمني الجزء اللي هيروح في الطرف اللي فوق، لأن هو ده الجزء اللي هيعدي على المكثف اللي هو ساعته 4 مايكرو فراد. يبقى الخطة إن أنا هجيب الشحنة الكلية وبعدين أعرف الشحنة اللي في الطرف ده اطرحها من الشحنه الكليه، يبقى قالي الشحنه اللي هتمشي في المكثف العلوي. طيب اللي احنا عندنا القانون بيقول سي بيساوي كيو على في. لو انا عايزه احسب الشحنه طرفين فاصلتين، يبقى الكيو توتال الشحنه الكليه عباره عن سي توتال في الفي توتال. السي توتال بخمسة واربعة من عشرة في 10 سالب 6، الفي توتال بتاعت المصدر اللي هي العشرة، هيطلع معايا الناتج 54 في 10 سالب 6 كلهم. يبقى دي الشحنة الكلية. طيب عايزة بقى الكيو الشحنة اللي هتمر في الطرف السفلي. ماشي، كيو في الطرف السفلي هتساوي برضو الكيو بتساوي سي في في، بس سي السعة اللي في الطرف السفلي هي 3 في 10 أس سالب 6. ماشي، هنضربها في الفرق الجهد. فرق الجهد هنا دي منطقة توازي، في فرق الجهد فيها ثابت، والبطارية ملهاش مقاومة داخلية، بفرق الجهد هنا هو فرق جهد هنا هو فرق جهد المصدر هو 10، يبقى في كام؟ في 10. هينتج الناتج هيبقى 30 في 10 سالب 6. يبقى أنا أقدر أقول الكيو اللي هتمشي في الطرف العلوي اللي هي هتعدي على المكثف اللي ساعته 4 مايكرو فراد عبارة عن الشحنة الكلية اللي هي 54 في 10 سالب 6، هنشيل منها 30 في 10 سالب 6، هيتبقى لنا 24 في 10 سالب 6 كلهم. يبقى الشحنة المطلوبة 24 في 10 سالب 6. نشوف السؤال اللي بعده. وصلة مصباح مع ملف على التوالي. يبقى أنا معايا مصباح متوصل مع ملف على التوالي، بس اللي موجود هنا مصدر مستمر. طيب هرجع تاني نفس الكلام، مصباح وملف بس هوصله مع مصدر للتيار المتردد. ايه اللي هيحصل للتيار في الحالة التانية؟ تعالوا نشوف السؤال اكتر. وصلة مصباح مع ملف على التوالي مع مصدر مستمر ومرة مع مصدر متردد له نفس القوة الدفع الكهربية المستمر للمستمر، فإن إضاءة المصباح يعني ال في المصدر هنا زي الفي هنا. إيه اللي هيحصل؟ التيار اللي هنا هيواجه مقاومة المصباح بس. ليه؟ لأن لو الملف ده هو مش بيبقى له مفاعلة مع التيار المستمر. الإكس إل بيساوي 2 باي إف إل، والتيار المستمر تردده بصفر، يبقى الملف ملهوش مفاعلة مع التيار المستمر. طب نفترض دي مقاومة، يبقى التيار هيواجه مقاومته ومقاومة المصباح وبس، هيواجه المقاومات وبس. طيب لو التيار هنا بقى جاي من مصدر متردد، التيار هنا هيواجه طبعا هنا في اكس ال، ساعتها التيار هيواجه المقاومات والاكس ال كمان، يعني هيواجه حاجة ازيد. يبقى في الحالة التانية التيار هيقل علشان اللي هيواجهه اكتر، فانا هقول ان في الحالة التانية التيار يقل. نكمل بقية الاسئلة. السؤال رقم 16، وصلة سلك مستقيم بمصدر متردد فكان شد التيار الفعال اي، ثم لف السلك على هيئة ملف ووصلة بنفس المصدر، فان الاي هيحصل لها ايه؟ لو انا معايا سلك والسلك ده متوصل بمصدر متردد، ولو مسكت السلك ده لفيته على شكل ملف ووصلته بمصدر متردد، ايه اللي هيفرق؟ اللي هيفرق هنا في الدايرة دي التيار هيواجه مقاومة السلك بس، اما لما يبقى ليه بيتعمل على شكل ملف التيار هنا هيواجه حاجتين، المقاومه السلك والمفاعله، وبالتالي التيار هنا هيقل. يبقى الاختيار رقم الف ان التيار هيقل. السؤال اللي بعده، اذا كانت زاويه الطور في دائره التيار متردد تتكون من مقاومه اوميه ومكثف على التوالي 45، احنا عندنا تان سيتا هتساوي اكس سي على الار. لما تكون الزاوية 45 هتبقى الإكس سي هتساوي الآر. يبقى احنا دلوقتي لو الزاوية بتساوي 45 هيبقى سالب 45 هيطير مع السالب، إكس سي على الآر، يبقى الإكس سي بتساوي الآر. يبقى أنا هختار الاختيار رقم ج إن الإكس سي هتساوي الآر. السؤال اللي بعده، في الدائرة الموضحة إذا كانت قراءة في واحد هي 10 فولت فإن قراءة في اتنين إيه؟ طيب هي في واحد مش واضحة، هل هي دي الاتنين مكتوب عليهم في واحد؟ بس مش هتفرق معانا في الإجابة، لأن احنا عندنا لما تكون دايرة مقاومة ملف بنحسب الفي توتال بالجذر التربيعي لفي آر تربيع
زائد في ال تربيع. يعني هنقول في توتال عبارة عن الجذر التربيعي لفي واحد تربيع زائد في اتنين تربيع. عايزين نجيب قراءة في اتنين، يبقى في اتنين هتساوي جذر الفي توتال ناقص في واحد اللي ده تربيع وده تربيع. طيب يبقى الفي اتنين اللي هو عايزها، هنقول الفي توتال عندنا للمصدر 20 تربيع ناقص الفي للمصدر التاني اللي هي 10 تربيع، هيبقى عندي الناتج 10 جذر 3 فولت. يبقى الإجابة رقم ألف، 10 جذر 3. نشوف السؤال اللي بعده. في دائرة موضحة إذا كانت إكس سي واحد بتساوي 2 إكس إل واحد. نكتب المعلومة دي. يبقى إحنا عندنا الإكس سي واحد بتساوي الإكس إل واحد، بتساوي 2 إكس إل واحد. فعندما يكون تردد التيار إف، طب لو بقى تردد التيار 2 إف، لو التردد زاد للضعف الاكس ال هتزيد للضعف والاكس سي هتقل للنص، لان الاكس ال بيساوي 2 باي اف ال علاقه طرديه، والاكس سي بيساوي 1 على 2 باي اف سي علاقه عكسيه. يبقى احنا هنقول عند زياده التردد للضعف هتبقى الاكس ال، هتبقى الاكس ال 2 هتبقى عباره عن 2 من اكس ال 1، يعني اكس ال في الحاله الثانيه هتزيد للضعف، والاكس سي في الحاله الثانيه هتبقى نص الاكس سي في الحاله الاولى. طيب لو بصيت على الاختيارات هلاقي مفيش حاجه اسمها واحد، كله 2 2 2، يعني بيقارن بالحاله الثانيه. ماشي، هعمل ايه؟ هعوض في المعادله دي عن القيم اللي انا وصلت لها، يعني هشيل اكس سي واحد اهي واقول هي بتساوي ايه بقى. يبقى اكس سي واحد احنا عندنا اكس سي 2 بيساوي نص اكس سي 1، يبقى اكس سي 1 بيساوي ايه؟ لو ضربنا في 2 عشان طير النص هتبقى 2 اكس سي 2. يبقى اشيل اكس سي 1 واكتب مكانها 2 اكس سي 2 تساوي، ادي الاثنين تنزل اهي، وهشيل اكس ال 1، اكس ال 1 بتساوي البعيد على القريب، يعني بتساوي اكس ال 2 على 2، تروح دي طايره مع دي. يبقى الاكس سي 2 بتساوي اكس ال 2 على 2، يعني نص اكس ال 2. ابص ادور على الاجابات هلاقي الاجابه رقم ج، ان اكس سي 2 بتساوي نص اكس ال 2. طيب نشوف السؤال اللي بعده. في الدائره اذا كان التيار الموضح والمار هو 20 امبير، فعايز سعه المكثف. الدائره دي في حاله رنين، عرفت ازاي؟ لو انا جيت اجيب لما تكون الدائره في حاله رنين بتبقى الزد هي الار، وبتبقى الفي عباره عن زد على الزد عندي بتساوي الار لما تكون الدايره في حاله رنين، وساعتها الاي بتساوي في على الزد. طيب تعالوا نجرب كده نقسم الفي على الزد، يعني الفي على الار. بصوا بقى معايا، الفي هنا ب 100 فولت وقيمه الار ب 5، هيطلع الناتج 20 امبير. يبقى التيار في الحاله دي 20 امبير لو انا قسمت الفي على الار. طيب ما هنا طالع ب 20، يبقى الدايره دي في حاله رنين. يبقى انا لما جيت اقسم الفي على الار لقيت القيمه ب 20 والتيار اللي مار دون ب 20، يبقى ده معناها ان الدايره دي في حاله رنين. طيب الدايره في حاله رنين اقدر اجيب السي؟ ايوه، هقول السي بتساوي 1 على 4 باي تربيع اف تربيع ال. تعالوا نعوض، يبقى 1 على 4 الباي تربيع ب 22 على 7 الكل تربيع، وهنا الاف ب 50 كل تربيع، والال ب1. يبقى احنا عندنا كده السعه هتطلع 1 و1 من 110 أس سالب 5 فراد. ادور على الاختيارات هلاقي الاختيار رقم د 10 أس سالب 5 فراد. نشوف السؤال رقم ب، عايز فرق الجهد عبر الملف. طيب في الدايره دي عبر الملف، ما هو الفي ال بتساوي اي في اكس ال، يبقى لازم اجيب الاكس ال لان الاي ب 20، يبقى عايزين الاكس ال. الاكس ال بتساوي 2 باي ب 22 على 7 والاف ب 50 وال ال ب 1، تطلع 314.28 من 100. يبقى الفي ال هيساوي 314.28 من 100، هنضربها في 20 هتطلع قيمتها كام؟ 6285.7. ادور على الاختيار دوت هلاقيه الاختيار رقم ب. نكمل بقية الأسئلة. رقم 21، تكون الموجات الكهرومغناطيسية المتولدة في دائرة مهتزة متخمدة مضمحلة بسبب، طبعا بيقول مقاومة الأسلاك اللي بتحول جزء من الطاقة إلى حرارة. يبقى الاختيار رقم ألف، تحول جزء من الطاقة إلى حرارة. نيجي للسؤال اللي بعده. في الدائرة الموضحة إذا كانت معوقة الدائرة تساوي R، يعني الزد بتساوي الآر، يبقى دي دايرة رنين، فعايز ال.
يبقى هستخدم القانون الخاص بالرنين، ان عندي ال بتساوي 1/4 باي تربيع اف تربيع سي، ونبدأ نعوض من البيانات المكتوبة على الرسم. 1 ادي 4 والباي ب22 على 7 كل تربيع، والتردد ب50 كل تربيع، والسي ب6 مايكرو يعني 6 × 10^6. هيطلع الناتج 61/100 هنري. ادور على الاجابات، هلاقي الاجابة رقم الف 61/100 هنري. نشوف السؤال اللي بعده. يتوقف تردد دائرة الرنين في الـ R الـ C. احنا عندنا التردد، نكتب قانون تردد الرنين F بيساوي 1/2 باي جذر الـ C، يبقى بيتوقف على الـ L وعلى الـ C. هنا كان موجود في كتاب XL وX C، لا احنا هنظبطها، وهي حتى موجودة في تعديلات الكتاب، بيتوقف على الـ L وعلى الـ C. نشوف السؤال رقم 24. لزيادة قراءة الأميتر الحراري في الدائرة الموضحة، اعتبر جهد المصدر ثابت. مكتوب على المصدر إنه متردد متغير التردد، يعني سبيلك لتغيير تردده أو سبيلك لتغيير الجهد هو تغير التردد. مصدر متردد متغير التردد. طيب ماشي، يعني المصدر ده هيتأثر بتغير التردد. وبعدين هنا بقولك اعتبر ان الجهد ثابت، يعني اعتبر ان انت مش هتغير التردد علشان هنثبت الجهد. طيب عايز يزود قراءة الاميتر. قراءة الاميتر الاي بتساوي في على اكس ال. ليه قلنا اكس ال؟ لان عندي ملف بس. ماشي، يبقى هنا الفي ثابتة، يبقى بين الاي والاكس ال علاقة عكسية. طب احنا عايزين نزود التيار، يبقى لازم نقلل اكس ال. هبعد عن الاختيارات اللي فيها التردد عشان هو عايز الجهد ثابت، والجهد بيتأثر بالتردد، فاحنا هنبعد عن التردد. طب اعمل ايه بقى؟ هنقول بابعاد لفات الملف عن بعضها. ليه؟ عشان احنا عندنا ال ال بيساوي ميو ان تربيع ايه على ال. لما انا ابعد اللفات هزود ال ال، يبقى انا بنقص المعامل الحاسس الذاتي، يبقى انا بنقص الاكس ال، يبقى انا بزود التيار، يبقى هناخد الاختيار رقم ج. إن شاء الله في الفيديوهات القادمة نكمل امتحانات تانية بإذن الله، والسلام عليكم.